التوكل. توكل. التوكل هو صدق الاعتماد على الله، أن يكون صادق في اعتمادي على الله لا كاذب. توكل بالله من اعتماد ويقين ساتل بداسي حالتك صادق اعتماد بساتير دروغنا وواثق في أن الله سبحانه وتعالى ميسر له هذا الأمر لا يشك طرفة عين. أو بدي بعدها مكمل يقين وي الله رب العالمين هغت ذكر أساني فديك وبالكل شك نكي ويأخذ بالأسباب المشروعة أو كم شرعي أسباب دي غبهم أخلي. رجل من الناس يريد يحفظ القرآن. يو سري دي أغواردي قرآن حفظكي. يقول أنا متوكل على الله. دا ويجز ما توكل بالله باندي. هل أنت صادق؟ آية دا سيوي. يقول نعم. ويهو. هل أنت واثق في أن الله ميسر لك حفظ القرآن؟ يقول نعم لا أشك أبدا. آية تبدي يقين لريج الله رب العالمين بتال التوفيق در كدرت أسان بكده قرآن دا حفظ أغوي أو بالكل. هل تأخذ بالأسباب؟ آية شرعي أسباب اختياري يقول نعم في كل يوم أحفظ في كل يوم أراجع أو بالكل هر ورز حفظكم هر ورز مراجعكم لدي الشيخ أعرض على القرآن زما سرع محفز ده شيخ ده غيبة القرآن أو روما هذا متوكل وغير هذا متواكل والله أعلم ده متوكل ده بالله بان يودينا بغير أغا متواكل ده والله أعلم.